أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وسينضم إلي بطل غرب آسيا وبطل العرب سابقا ومدرب الحالي ومدير لأحد النوادي الكابتن عارف الشاعر. كابتن عارف، عيد مبارك، كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة يا رب. كابتن عارف، يعني عيد استثنائي في ظل الحجر الصحي، في ظل جائحة كورونا، في ظل الواقع الذي يمر به العالم أجمع، أنتم كرياضيين هذا العيد استثنائي، يعني بدون رياضة، هل أستطيع أن أقول أنتم ما بتمارسوش رياضة حاليا في ظل الوضع الحالي؟ طبعا نتكلم عن نيابة عن كثير من الشباب اللي نعرفهم، لا الحمد لله الكثير يمارس الرياضة في منازل، يمارس الرياضة في منازلهم بالأدوات اللي متوفرة عندهم. طيب الشخص العادي اللي كان يا كابتن في النادي مثلا ومشترك في نادي معين، وفجأة في ظل الحجر الصحي وفي ظل توقف الصلاة الرياضية أصبح جالس في البيت، يعني ما فيش أي نشاط رياضي، الرسالة يعني اللي توجهها له أنه كيف يحافظ على لياقته اللي مثلا كان يبنيها لمدة سنة أو ستة أشهر أو يعني العديد من الوقت، فما هي الرسالة كيف يحافظ على هذه لياقته؟ طبعا اولا مفهوم الرياضه انه يكون في النادي مفهوم خاطئ، لازم ناخذ الرياضه بمفهوم عام. الرياضي رياضي سواء كان في النادي او في البيت او في الشارع، هو رياضي يستطيع يتاقلم مع الوضع كيف ما كان، لان الرياضه ما هي مرتبطه بالاجهزه فقط، يعني في احنا لما نقول مثلا رياضه المقاومه، سواء مقاومه الجسم بوزن الجسم او بادوات خفيفه مثل حبل المقاومه او بالاجهزه اللي موجوده في الانديه، وحتى قبل الحجر في ناس يمارسوا الرياضة في بيوتهم بأجهزة بسيطة، سواء عن طريق البار والدامبل أو حبل المقاومة أو بأوزان أجسامهم. الناس اللي عندهم المفهوم الرياضي بالمفهوم الشامل الكبير. لكن يا كابتن، يعني الناس هذول اللي بتكلم عنهم اتوقع انه شريحه ممكن ما تكونش كبيره، الاغلب مفهوم الرياضه عنده انه انت تشترك في نادي رياضي او صاله رياضيه معينه وتمارس نشاطك فيها، في ظل توقف النشاط الرياضي، في ظل توقف الصالات الرياضيه بتوقف، خصوصا احنا الان بعد رمضان وعيد الفطر وكذا، فسمبوسه ومقالي واشياء وتفاصيل هذه كلها، فالجهد اللي عملناه في الفتره السابقه كله راح. يعني طيب اولا خلينا ناخذ يعني نقطه الاولى موضوع التغذيه. موضوع التغذيه المفترض ان يكون الانسان عنده يعني خلفيه ثقافيه عن التغذيه، وموضوع ضبط التغذيه اكثر خاصه مع في كل المجهود الرياضي، لازم يكون مفهوم التغذيه ودخول السعرات الحراريه اقل من احتياجه لان النشاط قل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، من فضل الله علينا الان يعني حدوث الثوره في التكنولوجيا، قضية وجود البرامج التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب مثل التليجرام، كثير من المدربين والأخصائي التغذية والدكاترة يعني يبينون للناس اللي ما عندهم خلفية عن كيفية الرياضة في المنازل أو بدون أجهزة متوفرة الحمد لله، يعني ليس مثلا سابقا ما كان عندنا هذه الأشياء، فكان الإنسان اللي مو مجتمع نفسه بمعلوماته ما يقدر يوصل. لكن على قولتك مثلا الان كثير من الناس ما تفهم، من السهل احنا دائما ندل الشباب والمجتمع دائما انهم يستعينوا ببعض البرامج، ومثلا مثالا كل اكثر من اغلب المدربين عندهم مواقع سواء عن طريق سناب شات او اليوتيوب او تويتر، ندلهم كيف يمارسوا الرياضه في بيوتهم. وهي توعية ثقافية يعني في بالذات في مجال رياضة كمال الأجسام والرياضات، يعني هذا نوعا ما بتكون في مجال للإشاعات، للمعلومات الخاطئة، للنصائح الغير مفيدة نوعا ما. فبالتالي أنا أحد المتابعين لك يا كابتن في وسائل التواصل الاجتماعي، أنت نشط في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام خصوصا في الانستغرام، فيعني النصيحة اللي توجهها للمشاهدين يعني وللمتابعين أنه في نوعا ما أكلات معينة تستطيع من خلالها أو وجبات معينة أنه تستطيع من خلالها على الأقل إن لم تمارس الرياضة أنه تحافظ على وزنك. جميل، صح كريم، احنا دائما نقول دائما الرياضه مرتبطه بحاجتين، بالتغذيه والنشاط الرياضي، واثنين هم ما ينفكوا عن بعض. يعني على سبيل المثال لو كان الانسان رياضي وبالتالي ما يحافظ على تغذيته ما راح يحقق نتائج كثيره، العكس كذلك. فلو دائما في موازنه في موضوع الرياضه والتغذيه، تحسب احتياجاتك، وحتى لو انت ما تعرف ما عندك خلفيه
في مواقع تحسب لك احتياجاتك من السعرات الحرارية اللي تقدر من خلالها تحافظ على وزنك. طيب كابتن، يعني في ظل جائحة كورونا حاليا وفي ظل التباعد الاجتماعي حاليا، النصيحة التي توجهها للمواطنين بشكل عام وللعوام بشكل عام كيفية الحفاظ على نفسهم وعلى أهاليهم خصوصا في بلادنا في اليمن؟ أولا طبعا لازم نأخذ الموضوع بمحمل الجد، يعني ما نأخذ الأمور باستهتار. هذه زي ما قلت هي جائحة وفيها خطورة شديدة، الناس ماخذ الموضوع باستهتار. لا، قضية الجلوس في المنازل والتباعد الاجتماعي هذا تكون موجودة يعني في صميمنا أصلا، حتى ربي يحفظنا ويحمينا من الأمراض. الأمر الثاني، ممارسة الرياضة من الأشياء اللي ترفع المناعة في الجسم، اللي تخليك تواجه هذا المرض بإذن الله عز وجل وتكون أفضل من غيرك. لأن المرض الآن كما زي ما يقول الأخصائيين في الموضوع هذا، حتى لو جاء الإنسان بعض الناس يصيبه لكن تكون مناعته قوية، يستطيع إقامة المرض من خلال التغذية الجيدة والنشاط الرياضي. لذلك احنا دائما نقول حتى لو ما في أندية، حاول تمارس النشاط الرياضي في منزلك بقدر ما عندك من أجهزة أو معدات بسيطة أو حتى بدون. الحمد لله زي ما قلنا الآن كثير من المدربين في مواقع التواصل الاجتماعي عندهم ثقات ينزلون للناس، لعامة الناس، كيف أتمرن في بيتي، كيف أمارس النشاط الرياضي حتى لو ما عندي أجهزة. المهم أن الإنسان ما يدور عذر يقول أنا والله ما في نادي أو أحد مثلا، لأن على فكرة هذا الإنسان اللي يقول كذا سواء في مرض ولا ما في مرض راح يجلس. طيب كابتن، يعني البعض بعد يعني إن شاء الله نهاية هذه الجائحة التي فتكت بالعالم أجمع، خلصت هذه الجائحة وعادت الحياة لطبيعتها، البعض يقول أنه بعد هذا كله يعني خسرت عضلات وخسر لياقته وخسر شو اسمه، هل بالإمكان أن يعود للفورمة السابقة اللي كان فيها؟ يعني البعض يقول هناك ذاكرة عضلية ممكن يرجع زي ما كان أول أو؟ صحيح، الإنسان الرياضي اللي تعب وحصل ويعني واجتهد في 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 تحسين مثلا كمية عضلات من جسمه، موضوع فقد العضلات لا ما يفقدها بسهولة. صحيح ما يصير فيها البمب اللي موجود تكون عضلة نائمة، بس مجرد الرجوع ترجع يرجع كل شيء، وهو أفضل من غيره اللي بيبدأ من جديد. الشائعات اللي تنتشر عند الناس اني انا بطلت التمرين ورجع جسمي بخسر، لا ما تخسر، ما يخسر شيء باذن الله. هذه المعلومه لازم تصحح عند الناس. طيب ختاما كابتن، عارف الشاعر رساله تريد ان توجهها للعالم اجمع وللمواطنين، وتهنئه ايضا لمن يعزون عليك ايضا. اولا طبعا اهني كل الناس على حلول هذا العيد المبارك، وزي ما يقولوا بعض الناس يقول ما في عيد، لا الحمد لله عندنا عيد وراح نعيد باذن الله عز وجل، والانسان لازم يكون عنده يعني تفاؤل باذن الله. النصيحه الثانيه، هذا درس لنا كلنا صحيح، سواء كان على الجانب الرياضي او على الجانب الانساني او على الجانب الثقافي، درس لازم نتعلم منه. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان تمرنا الجائحه بكل سهوله وتكون نافع لنا في مستقبلنا باذن الله عز وجل. كابتن عارف الشاعر بطل غرب آسيا وبطل العرب في كمال الأجسام، شكرا جزيلا لك.